تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. المستهل بالنشاط البرلماني، حيث تعقد بمجلس الأمة في هذه الأثناء جلسة علنية برئاسة صالح بوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. الجلسة تخصص لطرح أسئلة شفوية على 5 قطاعات، هي المجاهدون وذوي الحقوق، السكن والعمران والمدينة، التجارة وترقية الصادرات، الأشغال العمومية والسياحة. سنة 2017 يعني نمشي بعيد، حتى المكتتب لما يتحصل على السكن نتاعو فيه جدول الممضي من طرف الإدارة اللي تحدد قيمة المستحقات. ترأس أمس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع قوانين ومراسيم تنفيذية في مجالات تتعلق بالعدل، السكن والعمران والمدينة، المؤسسات المصغرة والأجهزة العمومية، إضافة إلى تقديم عروض تتعلق بمجالي الأشغال العمومية والبيئة. في قطاع العدالة تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي، يقترح إصلاحا شاملا للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي مع تكريس تعميم التقاضي على درجتين، وكذا استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف. وفي قطاع السكن والعمران والمدينة تمت دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمدينة الجديدة لبوكزول، وتأتي مشاريع هذه النصوص لمطابقة الجهاز التنظيمي الحالي مع مخطط التهيئة للمدينة الجديدة لبوكزول. في مجال المؤسسات المصغرة والأجهزة العمومية لدعم إنشاء النشاطات، درست الحكومة 5 مشاريع نصوص تأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر الماضي، المتعلقة بتسيير الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وآلية تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. وفي مجال الأشغال العمومية تم تقديم عرض حول التقدم المحرز في أشغال إنجاز منفذ طريق السيار الذي يربط ميناء جنجن بطريق السيار شرق غرب محول العلمة على مسافة 110 كيلومترات. وفيما يتعلق بالبيئة، فقد تم تقديم عرض حول خارطة الطريق لتحسين الإطار المعيش على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة. تضمن قانون المالية لسنة 2022 عدة إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها التخفيف من العبء الضريبي بتخفيض سلم الضريبة على الأجور والذي دخل حيز التنفيذ. المزيد مع إنصاف بوخلفة. عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي سامحا بتخفيضها وفق الراتب الخام وليس الراتب الصافي، فالمادة 31 حددت معدلات الضريبة ب6 مستويات بعدما كان السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي ب4 مستويات، ليستفيد المستوى الأول والمتعلق بأقل من 20,000 دينار شهريا بمعدل 0% ضريبة على الدخل، كما استفادت الشريحة التي تتراوح ما بين 20,000 دينار في الشهر و 30,000 دينار في الشهر بإعفاء كلي، فيما يتم تطبيق نسب الضرائب والتي تتراوح ما بين 23 و 35% على بقية المستويات. بمعنى الشخص اللي يكون عنده دخل تاع 60,000 دينار جزائري راح يكون رفع في الدخل الصافي تاعو 3000 دينار جزائري، والشخص اللي يكون عنده دخل خاضع للضريبه 70,000 دينار جزائري راح يكون فارق ولا الدخل اللي راح يتحصل عليه الصافي راح يرتفع ب 3300 دينار جزائري.
ووفقا للسلم الجديد سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 40% على جميع المستويات بشرط ألا يكون أقل من 12 ألف دينار سنويا أو أعلى من 18 ألف دينار سنويا، أي ما بين 1000 و 1500 دينار شهريا. فيما يخص المداخيل ما بين 30 دينار جزائري و 42,500 دينار جزائري التي تخص فئة ذوي الهمم أو المتقاعدين التابعين للنظام العام يستفيدون أيضا من تخفيض آخر. كما وضعت المديرية العامة للضرائب الحاسبة الجديدة للضريبة على الدخل الإجمالي على موقعها الإلكتروني، يمكن تحميلها لتسهيل عملية احتساب الضريبة. في زيارة لولاية معسكر، وقفت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني على عدة مشاريع ببلديات معسكر، سيق، تغنيف وغريس. كما استمع الوفد البرلماني لانشغالات المواطنين ببعض المناطق النائية إلى جانب رفع مختلف العراقيل التي تعيق سير بعض المشاريع. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، تعرف عدد الإصابات بكورونا ارتفاعا متواصلا، حيث تم أمس تسجيل 462 إصابة جديدة وسبع وفيات رحمهم الله، فيما تم 352 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. ورغم أن التلقيح هو السبيل الأنجع للتغلب على الوباء، إلا أن عزوف الكثيرين على تلقيه يقوض جهود الطواقم الطبية. من العبديش. ساعات طويلة مرت على هذه الطبيبة هنا بثانوية زبيدة ولد قابلية بدراريا دون أن يقبل أستاذ واحد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. سيناريو يتكرر يوميا منذ انطلاق الحملة الثالثة لتلقيح المنتسبين لقطاع التربية. الأسبوع الأولاني تاع العطلة تاع الشتاء براتيكمون ما كانش كان اقبال. نقول لك هذاك الاسبوع لقحنا وكيلا اثنين فقط، زادوا داروا هاد الحمله الثالثه جاتنا وحده. افترض انه الاستاذ يكون في الطليعه في هذه الحمله حتى ينقاد المجتمع كامل الى هذه الحمله، لانها تتعلق بصحه الانسان. في المستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات الوضع لا يختلف، إقبال ضعيف للمواطنين ولكل أسبابه. في القطار قلنا اللي تولي فاكسان، عندنا لو سينوفاك سينوفام، عندنا لو سبوتينيك، قلنا لو جونسون، دونك كل شيء راهو موجود، ليكيب راهي كامل هنايا، مي لا غالب لي جون ما كانش بزاف. الأسباب هما مواقع التواصل الاجتماعي، يسمعوا بزاف عليه، خافوا منه. أكثر من 8 ملايير جرعة تلقيح دارت في العالم، ما فيش أي مقال علمي يعني قال بلي هاد التلقيحات لازم توقفها لأن فيها خطورة. كاين واحد كاين أدوية مثلا تعتلي توجع الرأس مثل ما نقولوا احنا نعرفوا باراسيتامول مثلا اللي نعرفوه جميعنا، الأشخاص عادة ما يتردوش ويناولوا حتى بدون آراء طبيب، مع العلم أن الأعراض الثانوية أخطر بكثير من اللقاح ضد الكوفيد 19. عزوف مختلف شرائح المجتمع عن التلقيح يرهن جهود الأطقم الطبية ويفتح الأبواب أمام متحورات أخطر. أكثر من 90% في الإنعاش أشخاص غير ملقحين. التلقيح المنخفض الوتيرة يعني نسبة التلقيح ضعيفة هي أهم عامل من العوامل التي تؤدي إلى وجود سلالات متحورة جديدة. لهذا احنا نذكر أن ما زال فيه وقت أن الناس تلقح، لأن بعدم تلقيح المشاكل ستتعقد في المستقبل. التحلي بروح المسؤولية والتوجه لمراكز التلقيح يعد السبيل الأنجع للتغلب على الوباء. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، تعقد اليوم الجمعية الوطنية الفرنسية ولأول مرة جلسة عامة رسمية لمراجعة دور الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية بمشاركة وفد صحراوي هام. التقرير لعبد الله بوزاري.
لأول مرة منذ تأسيس الجمعية الوطنية الفرنسية يتم تخصيص الجلسة الرسمية العامة لفحص السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية لقضية الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الأفريقية، قضية باتت تشغل كبرى الدول في العالم بسبب مشروعيتها وعدالتها. وكالة الأنباء الصحراوية أكدت أن جلسة الفحص التي تأتي تحت عنوان نتائج الإجراءات الفرنسية لضمان احترام القانون الدولي قضية الصحراء الغربية جاءت بدعوة من مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوريين بالتزامن مع مرور نحو عام على اختراق النظام المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 من نوفمبر من العام الماضي. جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية الرسمية سيشهد حضور أبي بشرايا البشير عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي الذي سيلقي كلمة باسم الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، تليها مداخلات لكل من محامي جبهة البوليزاريو أمام المحاكم الأوروبية جيل دوير والسيدة كلود مونجان، حرم السيد النعمة أصفاري الناشط الحقوقي الصحراوي والمعتقل السياسي المحتجز لدى السلطات المغربية في قضية مخيم كديميزيك. جلسة البرلمان الفرنسي ستشهد نقاشا مفتوحا مع النواب الفرنسيين من مختلف المجموعات حول المداخلات الثلاثة قبل الاستماع لعرض من قبل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، لتليها مساءلة على ضوء ما جاء في مداخلات وفد جبهة البوليزاريو وتطورات الوضع في الصحراء الغربية. هذا وجددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أمس بالرباط رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة الاستمرار في الاحتجاجات مع المطالبة بالتراجع الفوري عنه وتجريمه. واستنكرت الجبهة والقمع الذي تعرض له المحتجون خلال الذكرى السنوية الأولى للتطبيع الذي جعلت منه الجبهة يوما وطنيا تضامنيا، مؤكدة على استمرارها في مواجهة كافة أشكال التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني. بفلسطين المحتلة استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم إحداهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة مداهمات شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والآخر دهسا من طرف مستوطن وهو متوجه إلى العمل في الأراضي المحتلة عام 1948. يتزامن هذا ومواصلة إدارة الاحتلال لجرائمها الاستيطانية، حيث أعلنت عن مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة منها القدس الشرقية. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه العملية معتبرة إياها تصعيدا خطيرا على مستقبل مدينة القدس. في الرياضة، وضمن تحضيراته لنهائية كأس إفريقيا للأمم المقررة بالكاميرون بداية من 9 جانفي الجاري، فاز أمس المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الغاني بنتيجة 3-0 في مباراة ودية احتضنها ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة. وليد غريبية. مباراة تحضيرية من العيار الثقيل، كان ملعب المدينة التعليمية مسرحا لها، محاربو الصحراء في مواجهة النجوم السوداء. مباراة دخلها أشبال بالماضي دون مقدمات عندما بادروا لتهديد الشباك الغانية، ما أثمر أول الأهداف في الدقيقة 7 حمل توقيع آدم الناس. الهدف الأول المباغت للخضر، الهدف الأول المباغت، هدف فتح شهية الخضر لمضاعفة النتيجة، لكن لا رامز الروقي ولا ياسين إبراهيمي ولا بغداد بنجاح تمكنوا من الوصول إلى الشباك كرة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم جزائري بهدف دون رد. الأولى بين الجزائر وغانا بتفوق المنتخب الوطني الجزائري 1-0 صاحب التسديدات حذاري. الشوط الثاني عرف استفاقة البلاك ستارز بغية تعديل النتيجة، لكن براعة رايس مبولحي حالت دون ذلك، ما شجع الرفقاء الذين سرعان ما استعادوا التحكم في زمام الأمور ليتمكنوا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75 حمل توقيع المدافع الغاني منسا ضد مرماها. المنتخب الوطني بحدود الدقيقة 75
ولا هدفان بدون ثالث كان عنوانه البديل إسلام سليماني في الدقيقة 79 معززا صدارته للهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني بأربعين هدفا. إسلام سليماني ثلاثية دون رد، فوز معنوي ولا أروع قبل بدء حملة الدفاع عن اللقب القاري بالكاميرون، والمباراة 34 دون هزيمة يصبح بها أشبال الكوت جمال على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم البرازيل وإسبانيا وثلاث مباريات عن الرقم القياسي لمنتخب إيطاليا. بهذا نختم النشرة، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.